الاستثمار في العنصر البشري، بلوغ مستويات عليا من التكوين، واعتماد برامج بيداغوجية متطورة، ذلك ما وصلت إليه سوناتراك. فخبرتها العالية في مجال العلوم تسخرها لصالح الدول الإفريقية المنتجة للنفط. أول منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال الصناعة البترولية والغازية للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للنفط، احتضنه المعهد الجزائري للبترول بسكيدا. ولأن هذا المعهد يعد قطبا علميا بامتياز، فقد جرى تدشين قاعة محاضرات جديدة وعصرية لتكون لبنة تضاف إلى صرح المعهد، فحملت اسم مديره الأسبق وممثل الجزائر للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط الراحل محمد الطاهر أترديدا. هي نفسها القاعة التي احتضنت أشغال المنتدى طيلة 21 و22 جوان 2023. إن التوجهات الراهنة التي تتبناها العديد من الحكومات في القارة الإفريقية، التي تعتبر من أكثر المناطق التي تحتوي على الموارد الطبيعية في العالم، تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال خلق نسيج صناعي متنوع يسعى للخروج من التبعية المطلقة والمباشرة لقطاع المحروقات، مما يضع تحديات وضغوطات إضافية على شركات النفط والغاز في القارة. كونها المصدر الأهم للطاقة والتمويل، يستوجب عليها مضاعفة الجهود لتحقيق اكتشافات جديدة تسمح لها بزيادة الإنتاج من ناحية، وتوفير مصدر مستقر للموارد الخام لبعض الصناعات البتروكيماوية والتحويلية بصفة عامة من ناحية أخرى. ولا يتسنى ذلك إلا بتبني سياسة موحدة تهدف إلى التحكم في التكنولوجيات، بتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، والاهتمام بالعنصر البشري، الثروة الحقيقية التي تزخر بها بلداننا في إفريقيا. تحكم سوناتراك في التكنولوجيات الحديثة عبر جميع مراحل نشاط المحروقات جعل منها قبلة لعديد الدول المنطوية تحت لواء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط. فاكتساب الخبرة من الجزائر بدل التوجه للخارج سيساهم في تحقيق استقلالية الحصول على التكنولوجيا والخبرة. On technology, you've seen it with Algeria. We have come here, we've gone to Bamedis, we've come here, we're seeing what and what you have on the ground, so that other countries can send their people for training, technology, research, etc. And basically, this is what we are going to do with Algeria, with Egypt, with Angola, with Nigeria, and other countries that have really gone far with the technology of oil and gas. منتدى مديري مؤسسات التكوين لدول المنظمة القارية ساده نقاش ثري بين الإطارات المكونة على مستوى سوناتراك وممثلي معاهد البترول للدول المشاركة. كل الأطراف طرحت خبراتها وتجاربها للنقاش قبل الخروج بأفكار موحدة. كان الافتتاح من الرئيس شركة سوناتراك، وقد قال في كلامه استعداد الجزائر من خبرتها منذ 60 سنة في هذا المجال التكويني في مجال المحروقات لمساعدة الدول الإفريقية التي ما زالت بعض منها لم يكن لها معاهد تكوينية. ففي خلال هذين اليومين قمنا بدراسة بعض النقاشات حول مثلا توحيد المقررات، وأيضا توحيد الشروط في الدخول في المدارس التكوينية، وأيضا كيفية التقويم. From what we have seen in Nigeria, from Sonatrach and also of IAP, we share a lot of similarities. And the whole essence of meeting together is to share ideas and also to see areas where the two countries can form synergies so that we can, within Africa, help ourselves and not rely on the Western world for training of our personnel. ثمرة البحث واكتساب العلوم في مجال المحروقات، ذلك ما تميز به معهد الجزائر للبترول طيلة قرابة 60 سنة من النشاط.
خبرة ها هو اليوم يسخرها لدول القارة، فكانت عصارة اليومين من التكوين قد خلصت لقرارات ترمي إلى وضع برامج تكوين عصرية ورفع مستوى المدرسين عبر مؤسسات التكوين التابعة للدول الإفريقية المنتجة للنفط. يعني القرار اللي هو اللي كان شامل للم وضم جميع مخرجات يعني النقاش أثناء اليومين هو إنشاء فريق عمل اللي راح يقوم يعني بعمل جبار لتقييم برامج التكوين على مستوى معاهد التكوين التابعة للبلدان يعني الأعضاء في 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 أبو، برامج التكوين مستوى المدرسين، مستوى المخابر، مستوى الأقسام الدراسية، يعني كل ما يخص التكوين وإنجاح يعني التكوين هادف مستمر لعمال يعني الشركات الوطنية البترولية والغازية على مستوى منظمة أبو. سوناتراك فتحت معاهدها التكوينية وسخرت باحثيها وخبرائها لمؤسسات التكوين الإفريقية. المجمع البترولي الجزائري لم يدخر جهدا في المساهمة للارتقاء بالدول المنتجة للنفط على مستوى القارة، وشعاره تكاثف جهود الجميع سيساهم في تعزيز دور إفريقيا وتحقيق قدرتها على الاستفادة من مواردها الطبيعية.